التضليل والوعود الكاذبة والأوهام والتهديد خدعت بعض أبناء سوريا وجرفتهم إلى مستنقعات العصابات الإرهابية. عدد من أبناء محافظة درعا من عسكريين ومدنيين تمت تسوية أوضاعهم، يروون بعضا مما عانوه من الإرهاب. صار تهديد مشان من العصابات المسلحة، يعني إذا ما هربت أو انشقيت بدهم يحرقوا بيتنا ويذبحوا أهلي. رحت يعني صرت معاهم يعني، بس الحمد لله يعني لا شاركت بقتل ولا شاركت بشيء. ايوه يقولوا لي في ثوره وما ثوره، يعني مثلا بدي اعرف شو هي الثوره. ثوره يعني قتل وذبح وسرقه واغتصابات للبنات. وضعت على الاردن، لقيت بالمخيم هناك تدريب للعساكر، يعني مثل اللي بنشقوا بروحوا على الاردن تدريب يعني، ومين بدربهم؟ ضباط اجانب. اي هربت بعدين رجعت على سوريا. وبقول للي برا مثلا للي قاعدين بالمخيم او برات المخيم الاردن بالزعتري غير الزعتري المنشقين يرجعوا لبلدهم، ما في احسن من بلدهم. هو اني بعرف انه في فكره انه في عالم كثير بدها ترجع، بس خايفين من تهديد المسلحين. يعني بعد اليومين كانوا حارقين خيم جوا، يعني مشان واحد قال بنت السوريه نحن نشتريها بدينار، اي قاموا حرقوا الخيم وذبحوا واحد جوا، مشان هيك قلعوا العالم على الارض يفوتوا حدا بهذيك الفتره. طبعا هددونا وظليت معاهم، ظليت معاهم، بس انه يعني لا اروح معاهم ولا شيء، يعني بالاسم بس. طلت اشتغل معاهم، قلت لهم اني ما عاد اشتغل معكم، هذا الشيء ما بصيرش. قال المهم ما بتضلش بالجيش، المهم بدنا اياك ما تضل بالجيش، المهم بعثوني عوين على الاردن. قال تتدرب غاد كم شهر وبترجع. رحت اني لقيناهم عم يدربوهم، وفي عالم يعني ما بنفهمش على هجتهم شو هم، عرفت شلون؟ شو يعني شو ممكن يكونوا هن؟ شو حسيت؟ إسرائيلية شيء ثاني، يعني ما بعرفش مين هم، يعني ما بعرفش لهجاتهم يعني بالأساس. والله المهم هربنا أنا وياه، رجعنا، المهم ما حدا بيعرف علينا شيء. رجعنا ضلينا متخبين، صار عفو وسلمنا حالنا والحمد لله. رجعت على خطتي وأحسن من الأول، وبتمنى كل عسكري لا يفكر بالهريبة ولا أي شيء، وكل عسكري فار يرجع على بلده أحسن. جاني تهديد من المجموعات المسلحة على اللي قتلت حقا قطعتك، بدهم يحرقوا لي بيتي ويقتلوا لي أهلي وهذا. أما ضليت وحت معهم، شفت أن الشغلة مسخرة وصاروا حرامية وسرسرية، صاروا يسرقوا وينزلوا على بيت هذا يحرقوا وهذا، يعني ما لهم دخل بالثورة ولا لهم دخل شيء، شلة حرامية سرسرية مزعرة مسلحين. سحبت حالي ورجعت على البيت، طلع عفو من سيادة الرئيس وسلمت حالي، وهاي الحمد لله قاعدين رجعونا قطعتنا، وهاي أنا قاعد بقطعتي. وبتمنى من كل شخص عسكري يظل بقطعته، لأنه مالك غير جيشك، هو اللي بيحميك، هو اللي بيدافع عن أهلك، هو اللي بيدافع عن وطنك. أنا طبيب داخلية من أهالي مدينة الصنمين، أنا جيت لهون لتسوية وضعي بحكم الأحداث التي تمر فيها سوريا، وكل إنسان خطأ وخير الخطائين هم التوابين. جيت لهون أنا أسوي وضعي والاستفادة من المرسوم اللي أصدره السيد الرئيس، وبتمنى من الخطائين جميع أنه الاستفادة من هذا المرسوم وتسوية أوضاعهم. جايين تنسوي وضعنا، أخطأنا بهالوضع اللي إحنا فيه، فقدنا الأمان والأمن وفقدنا كل شيء، وإحنا حابين نرجع لمثل ما كنا بوضعنا الأساسي ولبلدنا ولوطننا اللي هو سوريا الحبيب والغالي. بوجه رسالة لكل واحد لشخص مسلح انه يجي يسوي وضعه هون وخلاص، حابين نرجع لوطننا والامن، ايش بامن وامان.